أجواء بالليل تحفة. شايفين منظر الإضاءة والخضرة والحاجات الجميلة دي؟ نروح البحر بالليل نشوفه بقى كده ايه. العيال قالوا ايه، تعال نقعد على البحر بلاش البسين ايه بالليل، تعال نشوف الايه البحر، في ملاهي اطفال على ايدنا الشمال اهو. الفندق بصراحة تحفة، شايفين المنظر الجميل ده؟ تقريبا اليوم ده كانت درجة الحرارة 42 43، مفيش نسمة هوا على البحر، مفيش، ما قدرناش صراحة نقعد كتير. احنا صورنا ومشينا على طول، نزلنا تاني يوم الولاد قالوا برضو ايه ننزل البحر الاول. زي ما انتوا شايفين برضو يا حبايبي كده الاجواء كده بالنهار. عيالي بيحبوا البحر اكتر من البسين، فقلنا نشوف بقى الدنيا فيها ايه. صورت برضو وانا نازلة كده، نازلين على البحر شايفين منظر الفندق وجماله. منظر الخضرة تحفة، كل حاجة في الفندق بصراحة جميلة جميلة جدا جدا جدا، إلا خدمة الغرف، عشان اتعودتم مننا على الصراحة. بقول لكم كل شيء كويس في الفندق بما فيه الأكل، زي ما شفتوا في الفيديوهات اللي قبل كده، كل حاجة جميلة والأكل جميل جدا، إلا خدمة الغرف صراحة ما عجبتنيش. الواحد لازم يكون صادق وصريح. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده الاجواء جميلة، الله على الخضرة وجمالها. دي كانت رحلتنا بقى في الفندق، واحنا خلاص خلصنا الاربع ايام ومروحين زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده. وإلى اللقاء في فسحة قادمة وفيديو قادم. باي باي.